بغيت غير رايكم في هذا في هذا المقترح اللي داروا دي ميستور. المغاربه راه سركم قلنا لكم شحال هذه قسموها عطيوهم غير شي طريف ما بغيتوش هما يديو لكم النص التحتاني كله. السلام عليكم. مرحبا بك خويا. مرحبا. مرحبا بخير عليا. كلمة واحدة اللي غادي واحد الكلمة غنقولها خويا لا دي ميستور لا اللي معاه لا بالبطوش لا بوتفليقة على هذه الراجل فيهم يحط بلغتو فيها والراجل فيهم اللي تيقول انا شكور والنيف يحط غير ينوي يحط بلغتو. تروندرا موجودة الاف 16 موجودة المغربي الصغير يكون معاه تمايا حتى هو يكون راجل ويحط رجلو فيها ولا دي ميستور ولا اللي معاه. تحياتي خويا شكرا جزيلا. وحنا بطبيعه الحال حنا ناس مسالمين اخويا حسن. تحياتي حبيبي. تحياتي لا خويا ما بقاتش مسالمه خويا بني قال هكا الدرونغ يا ودي الدرو راه غادي يطير راه غادي يحط الاستقاله ديالو. تحياتي خويا يقدم الاستقاله لا ما تخدم الدرونغ موالف موالف يقدم الاستقاله. تحياتي تحياتي خويا. تحياتي الخوت المغاربه كما قلت لكم اليوم تقرير السنوي الاخر ديال الشهر شهر القرار بشان الصحراء المغربيه. البارح دي مستوره قلنا قسموها. رايكم اخواني الكرام واش نقسموها نعطيهم الطريف التحتاني ولا بلاش؟ اقولوا خوتي في الجزائر بكل صراحه انتوما تبغيونا نعطيهم النصيص التحتاني؟ دابا اللي قالوه في الجزائر غنقولوا لهم واخا. قالوا لنا عطيو النص التحتاني نعطيوهم النص التحتاني يا سيدي صافي ماشي مشكل. قالها تبون تفاهموا مع السي تبون. انا بغيت رايكم حتى نتوما نعطيوهم الطريف التحتاني كما قال دي ميستور قولوا الله يرحم باك نقولوا. السلام عليكم. وعليكم السردوان يا جي كيداير اخويا بخير؟ الله يحفظك حبيبي بارك الله عليك. عرفتي هذا القرار ديال اليوم فاش كنشبهو انا لا بلا كتير لا ماشي قرار غير الراي ديال دي ميستور اسمح لي انا كنشبهو في هذيك التخرخيره ديال الحولي. عرفتي ديك التخرخيره ديال الحولي باش كندبحوه في العين راه هي هادي ديال عمي تبون. المحكمه الاوروبيه ما قدا والو اش نديرو ما نديرو راه ندورو مع عمي دي ميستور نعطيو شي بركه باش يخرج لينا شي قرار باش نبردعو بوصبع وبوصبع اليوم راه فرحان. ماما هي راه التخرخيره الاخرى في الاخر ديال الشهر ما كاين والو. هادشي اللي كاين اخويا رضوان نقسموا معاهم ولا ما نقسموش اش بان لك؟ لا نقسموا معاهم من الهيه من عندهم من الهيه فهمتي من عندهم هما تبارك الله راه عندهم قال لك جوج المليون ديال الكيلومتر تبارك الله. تحياتي خويا. تحياتي حبيبي. الله عليك. السلام عليكم. تحياتي سي خالد. مرحبا خويا. السلام عليكم خويا رضوان كي راك؟ يا خويا خالد مرحبا. شكرا اخوت على الدعم. الله يسلمك لاباس. الله يحفظك حبيبي. مرحبا بك خويا. تفضل خويا. هو يعني هذا خويا رضوان يبغى الراي تاعو يعني الراي هذا راي تاع دي ميستور يسمى هو عطاهم بروبوزيسيون يسمى باش يفك النزاع يسمى لا كان النزاع بين المغرب والجزائر على جهه الصحراء الغربيه هو حاب يقول لك نقسموها ويديك انت واحد النص بصح حنا ما قلناش نديو نص احنا ماناش حابين نديوا ما نفرحوهاش ما نقسموهاش. سي خالد دابا انت مع المقترح انت مع المقترح ديال دي ميستورا نقسموها على جوج حنا الفوق ونخليو لهم احرار يوليو يحبوا قالك باش يكونوا جزائريين ما يكونوش. اه شكون نديرو تما شكون؟ رضوان خويا رضوان كنسمعك احبيبي كنسمعك خويا. خويا رضوان اسمعني خويا رضوان احنا المشكل احنا واش قال تبون؟ قال اخويا قال باش يكونوا احنا جزائريين راه ما يقدروش يكونوا هما جزائريين اخويا. لا واش نقسموها؟ سمعوا نحوسوا احنا نحوسوا يقرروا مصيرهم برا يحبوا يكونوا مغاربه ربي يعاونهم يحبوا يكونوا احرار ربي يعاونهم. واش نقسموها معاهم؟ قول لي واش نقسموها كما قال دي ميستور على جوج نقسموها هكا ولا نقسموها هكا شكون اللي احسن؟ هكا ولا هكا؟ لا لا هي ما تتقسمش هي يعني من المستحسن لا لا هي يعني تقعد مجموله خير باسكو رضوان انتم اون 2025 راكم هابطين للفم وتوليو احرار ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. تحياتي خويا خالد. تهبطوا وتوليو تابعين للصحراء الغربيه وتوليو احرار ان شاء الله بربي. عايش خويا رضوان. تحياتي خويا تحياتي. دابا الخوت دابا غير باش نتفاهموا
واش نقسموها هكا ولا نقسموها كما قال ديمستورا هكا؟ دابا هو اقترح عنا نقسموها هكا، حنا قلنا واقيلا 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 نقسموها هكا. انا مع تقسم هكا حسن في الطول. ديمستورا قالنا نقسموها في العرض، الشمال ديالنا والجنوب ديالو. والجزائر فرحانة اليوم بطبيعة الحال، راه قسمنا الخوت في الجزائر، راه قسمناها صافي، راه قسمناها. قال هذه ميستورة، كبسوا الخوت، كبسوا كبسوا. قلت لكم راه غتبقى هو المغاربة تدوروا 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 تنقسموها. ها هو دارنا قسامة، دارنا دي ميستورة، دارنا قسامة. السلام عليكم قسامة، داكشي اللي ما كناش بغينا وصلنا ليه قسما. وسويفون عيشوا، ما تقلبوا عليها تقلبوا عليها تقلبوا، جايب لكم دي ميستورا قسما نيشان. السلام عليكم. وسويفون خوت تكبس تكبس كبس وبارطاجي كبس، راه قاصا ما دابا غنقسموا على جوج. السلام عليكم، تحياتي زغلول الله يحفظك، شكرا بزاف. شي واحد واقيلا طلع للسطح ياك، شي واحد طلع للسطح. المهم الخوت الغالب الله ما بقيت لكم جهد. السلام عليكم، شكرا زغلول، تحياتي خويا. يعني بخير مزيان حبيبي، مرحبا خويا. يسهل عليك. شنو اخويا بغاو يقسموا لنا الصحراء ولا شنو؟ قسما قال لي هكا اش من نيتهم؟ ها من نيتهم زعما واش غنديروا؟ قالت الامم المتحده، قال هذه ميستوره، قال هذه ميستوره ماشي الامم المتحده، راه هو ممثل الامين العام للامم المتحده. الله ما غيوقع هذا الشيء هذا، خليهم ماشي طيبين. صحراء مغربية، خليهم غتبقى مغربية إلى الموت إن شاء الله، إلى من يرث الله على وجه الأرض. تحياتي يا خويا، بارك الله عليك. الله يحفظك حبيبي. الغالب الله دي ميستورة ما لقيت لك جهد، لا أنت لا تبون، ها أنت المغاربة سمعتيهم واش كيقولوا، ما عندي ما ندير لك، بغيت ندير معاك قسامة ولا. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي أخويا السردوان الغزال. تحياتي. عاود لي القسمة، عاود لي القسمة هكا ولا هكا؟ ألو، كاينة قسمة هكا، كاينة قسمة هكا، ما كايناش دياغونال؟ قسمة هكا، قسمة هكا، لا كاينة قسمة هكا. على ونبق، على ونبق، على عندك النبق قال واش عاجي وقسم؟ واش غنجيبوا المحفظ ولا نجيبوا العدول ولا نجيبوا علاش؟ واش على الشياع ولا علاش؟ ما فهمتش. انتم داك العبار اللي تيعبر في العربية، العبار اللي كيدير ديك ديك البصلة، اش كيقولوا لها؟ البصلة، بصلة الديب، كيحدوا بها الحدادة، كيديروا بها الحدادة. ديك البصلة الديب اللي كتحول. انا مدابيه، شوف انا مدابيه، شوف نقسموا هذيك اللي الشرقيه، هذيك بغينا نقسموها ماشي مشكل. لا هو قال لكم تقسموا غير، ولا ما كيهضرش، راه ما هضر، ورا ما هضرش، راه ما حددتش هو دابا دي ميستور الاقتراح ديالي. الصحراء الغربيه، شي يدي الصحراء، شي يدي حد غربيه، لا ماشي حد غربيه، الغربيه ديال الغربيه، ما قالش الغربيه المغربيه، لا واسمح لي، ما قالش الغربيه المغربيه، قال لك الصحراء الغربيه، يعني شي يدي الصحراء، شي يدي الغربيه. وبان لي انا راه كيهضر على الصحراء الغربيه الجزائريه اللي فيها بالشاروتين دو. دابا غير اسمع، هو قال لك قسموا الصحراء الغربيه، يعني شي غيدي الصحراء، شي غيدي الغربيه. لا ونبك وذوقني، تحياتي تحياتي. كبس ابا تكبس. يلا اخوتي قولوا لي، الغالب الله جاكم دي ميستورة، طبرتوا عليها. شكرا 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 مارشميلو. السلام عليكم، السلام عليكم خوت.
قاسما ها ولا قاسما هكا. السلام عليكم. سقسيك ضيف دار بغيت نسقسيك معليش. انزل نزل نزل دابا حنا بغينا نديرو لكم قاسما ما بغيتوش. دابا هادشي حنا كلنا نناقشوا معاكم نقولوا لكم قاسما وباغي نطلع تما تسقسينيش انا غندير لها قاسما هكا. ما تسقسينيش دابا انا كنهضر على بلادي دابا ما كنهضرش على بلادك. طالع تسقسيني على بلادي خوت بغيتو قاسما هكا ولا قاسما هكا؟ دي ميستورا قال لكم قاسما هكا هكا افقيا بغيتوها هكا بالعرض ولا افقية وسويها لا افقية. السلام عليكم. صافا رضوان. السلام عليكم. هي الاولى صافا الحمد لله. قلت لك السلام. قلت لك السلام عليكم. قلت لك السلام عليكم انت ما سمعتنيش برك. مرحبا اخويا. قلت لك السلام عليكم رضوان. صافا اخويا الله يحفظك حبيبي. مرحبا الحمد لله رضوان. صافا راني نشوف فيك تحكي على قاسما. معليش انا مانيش مع قاسما بصح انا كان بغيت رضوان اخويا تحكي على ما تحكيش على قاسما. نحيو قاسما انتما كمغربيين نحيو قاسما. احكيو على الصحراء الشرقيه. لا لا نحيو قسامة تاع الصحراء الشرقية. نحيو قسامة تاع الصحراء تاع سبتة ومليلية. نحيو قسامة. لا بغينا قسامة انتوما عندكم. اسمع دابا حنا ما كنهضروش على سبتة لا مليلية لا شرقية. دابا كنهضروا على قسامة ديال الصحراء المغربية. دي ميستورا اقترح نديروا قسامة هكا. واش انت تبغي؟ لا رضوان لا لا خليني نقول لك رضوان. رضوان الفلسطينيين راهم يحكيوا على القدس ولا على الاراضي الفلسطينيه كامل. احكي على الاراضي المغربيه كامل. احكي على الاراضي المغربيه كامل المغربيه كامل. ما تحكيليش على مرسو. لا انا كنهضر سيدي غير على قاسما. لا ماكش قانع. لا وانت لا ماكش قانع بالمروك. ماكش قانع بالخريطه المغربيه كامل. ماكش قانع بها. دابا اش دخل دابا انا كنهضر معاك في الصحراء وانت تقول لي اش دخل هادي في دابا. كاين جوج حوايج. واش انت تبغينا نديرو فيها انت يا رضوان يا رضوان فهمني با تعرف قاسما. دابا نقسم لك قاسما مليح. انت فاس ومكناس مروكيين ولا مغربيين ولا لا؟ لا لا جزائريين. مغربيين ولا لا؟ جزائريين. جزائريين. مالا تاع الصحراء الغربيه. ما صحراء غربيه ماهيش مروكيه. تحياتي. ما تغلطش مالا. تحياتي. وين خوت راه داخو دخلت لي دخلت لهم الحلوفه. ما كانوش كيتيقوا انه واحد النهار غادي تجي قاسما. هادي يا الخوت. واش بغيتو قاسما هكا؟ قاسما فيرتيكال باش هذاك المحيط بعدو عليهم. هذا من جهه فيرتيكال هكا. فيرتيكال اخاي اييه. نعطيهم واحد الطريف مع داك مع الحزام مع الحيط وصلهم تما. ومن نرجع الشرقية غنوصل نلقاو خوتنا الوسط والله يسخر نتعايشوا معاهم. دابا نعطيهم السمارة. صافي نعطيهم السمارة. لا لا ماشي كاع السمارة غير ما حدا الجدار العازل تما واحد الطريف صغير يتكونوا فيه يزيدوا على تندوف على ما نفكوا الصحراء الشرقية. وحنا حطنا بهم اللي نعطيهم الطريف من هنا ولا من لهي؟ لا من لهي. من لهي؟ من لهي. منهم التندوف باش هكا تجيهم واحد حتى الارض كبيره راه هذيك شادينا. نزيدهم واحد الطريف صغير من تما وبقاو تما. هو داك لاكسين المحيط اخي ما يكونش. داك لوريزونتال راه ما خدامش. قاسما من الجهه الاخرى. ايوا هادشي اللي كاين. وهذوك خوتنا اللي كيقلبوا على لاكسين المحيط ما يكونش. تحياتي. الله يحفظك حبيبي. تحياتي. غالب الله ما لقيت لكم جهد. قاسما من لهي كلا منين بغا قاسما. الجزائر بغا قاسما هكا. مساء الخير رضوان. نور مسح فدك يا ودي. انا بقى فيا الحاله رضوان. نهار اثنين نهار 30 في الشهر غيتحاماو علينا بجوج الصحراء ومن السلون غيحسن عواننا. شوف انا نجيك من الاخر. انا راه ما تنعرف لا قاسما لا ديميسيورا لا ما تنعرف هذا الشيء كامل اللي كتقول. انا كنعرف حاجه وحده رضوان. الحاجه وحده الوحيده اللي كتقسم عندنا هي الريوس. واللي قرب لتما يطير له راسه. شتي العروسه الجديده اللي جابها المغرب باش تعاون خالتي درونا. ويلا اقتضى الحال حنا نهبطوا رجال ونسا. وانا اولهم واللي سميتو راجل يقرب. والله يا باباهم اللي قربت نقسموا له راسه على رجليه. وانا اولهم. يا كان غير مرأة
إشارة وحدة من سيدنا، إشارة وحدة من سيدنا محمد السادس، تلقاني تما خالية وليداتي هنا، وتلقاني تما حق الدين بالنبي، ما نعقل على شي قندوح فيهم كيف ما بغاو يكون. مزيان تبارك الله، هي ما خلا فينا الحسن الثاني رحمه الله، ما خلا فينا غير الخلا حاشا. شوف سيدي، رحنا ولاد هادوك اللي مشاو للمسيره الخضراء، ولاد هادوك اللي اشاره وحده من الملك ديالهم هبطوا كاملين وسمحوا في ولادهم وسمحوا في كل شيء، وكانوا واجدين اي حاجه يلقاوها قدامهم. نحن كذلك اشاره وحده من سيدنا تلقانا تمايا، وانا اولهم واللي سميته راجل يجي لتما. حق الدين النبي لا حاجه وحده اللي تقسم هي الريوس. وانا والله انا مرايك غير مرا بسيطه من منزلي امي يا ربه بيت، وحق الدين النبي الغلا غير حتى يطيروا، شتي الغلا غير بنادم تنطيرهم بيدي. صافي 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 اختي، هبطي شوفي، شدي الطياره هبطي تبحري لك نعمل لله في الداخله قبل ما نديروا ليها قسامه. نتبحر وناكل حوت بلادي ونطلق يدي ورجلي ونزغرت وندير اللي بغيت في بلادي. الحمد لله الامن والامان، وشبعانين واكلين شاربين العاش سيدنا. وموتوا بس ارات بون ما يفرق فلوس الجزائر، ارا ما يفرق في الناس ويفرق في الفلوس، وغير اللي جاي يدي غير اللي جاي يدي غير اللي جاي يدي، ويخليه في التالي يخلي ولادو جيعانين عريانين حفيانين في الغيس في الويل الكحل. وما حنايا في صحرائنا في بلادنا عاش سيدنا، موتوا بالسم هكاك تبقوا حتى تموتوا، موتوا بالغدة وموتوا بالسم، وذاك المحيط والله لا شفتوه. بركة عليك أختي، بركة 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 بركة. أنا ظريف معكم، بغيت ندير معكم قصامة، ولكن لا تلحطحتوا مع بحال تيتيم أبربي تدير لكم قصامة أجيكم من الخر. انا راه درويش، تلقاو معايا التخريجه مغاربه راه 35 شحال هادي دابا راه 40 كلهم بحال تيتيم. ما لقيت لكم جهد اخوتي، بغيت ندير معكم قصامه ولكن الغلب الله ديميستورا بغا قصامه ما لقيت جهد انايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك اخبار خويا رضوان. الله يحفظك حبيبي، مرحبا بك خويا. بخير كلشي مزيان؟ اما صافا والو، غنديرو قصامه. شمن صافا صاحبي؟ واش من قصامه يا خويا؟ ودي ميستوره راه قالنا غنديرو قصامه خويا، هكا كنتقاسمو الصحراء. قالنا غادي ديرو قصامه، نتوما تاخذوا الشمال والبوليزاريو يديو الجنوب يديرو فيه دول. والو كلش ديال البوليزاريو، كل ديال البوليزاريو الفوق يديو، كلش ديال الصحراء، الصحراء ديال البوليزاريو غيديو حتى هي. اسمع قولهم مشى الحوت يا الخوت. والله الا توحشوا الحوت تاكلو هاي. والله الا تعيو، والله الا تعيو تاكل قف الضفادع الضيم تاع شوي وكل. دابا ما بغيتوناش نديرو حتى قصا، ما بغيتو كلشي. والله لا قصامه، والله يقول لهم مشى الحوت يا الخوت، كلوا الضفادع وريحوا. ايش في الضفدع؟ عقلي الضفدع. تا قصامه لا والصحراء ديال بوليزاريو بلادهم صحتهم. دي ميستوره اللي قالنا قصامه، دي ميستوره صاحبي. ودي ميستوره ديروا على دي ميستوره انتوما، قعد دير على دي ميستوره، وقعد دير على الرئيس تاع فرنسا ماكرون، وقعد دير على اسبانيا، والرد الله يتقضي في الصلاح، والصحراء والصحراء قريب تتحرر، والبوليزاريو ترجع جمهوريه، وقعد تكون الضيوف تاع. الله يحفظك. تغدى الضيوف تاع، خش الضيوف تاع. تحياتي حبيبي، تحياتي تحياتي صافي صافي. المغاربه تا ذاك الطريف الفوقاني ما بغاوش يسمحوا لكم فيه. اشرب الماء احسن لي انا. بغينا زعما حتى بغينا نتواضعوا مع خوتنا ونقولوا لهم صافي داكشي اللي قالنا دي ميستوره نديروه، حنا نديو من اكادير للفوق والناس مساكن لتحت غير سمحوا لينا اخوتي، غير سمحوا لينا. تيزنيت تارودانت الاخوان ديالنا كنتو معانا، ما الغالب الله ما عندي ما ندير لكم انا. قول ميم طنطان كان ابوك صالح، ناس بوجدور سماره اخ في النير، كنتو معانا ما عندي ما ندير لكم قصامه، شنو ندير؟ وسويفا ما لقيت لكم جهد اخوتي، قالها الاخر، قال
هذه مستورة، قالنا ديروا قاسامة. السلام عليكم. السلام عليكم سيد ورد. سيد ورد دز. مرحبا خويا. عندك عزاز انتينا الجزائريين يا خوتي يا اخي خوتي خوتك خوتي. دابا اخ فنان ما غناكلوش باقي فيها الطاوه ياك نسى اصلي اقا ما باقيش غنوصلها ياك اقا واصا وزا وداك الشيء غير نساه وبربي واللي معاود لي الوالد وجدي الله يرحمه واللي كانوا باغيين يعملوا فيهم في 79 و82 والله لا سمحت في حبه من التراب ديالي وكيف قتلوا لي العيد عامي في 2015 الجزائريين في الدرعة والله لا سمحت في حقي غنهبط من طنجة جا نتما واللي غنجبرو حدايا غنطحن بابه ما تديرش قسامة والو ما كاينش قسامة كاين اللي تعوج نعوطه من الاخر لقيت لك مجهد اخويا كنقول لهم بقى لي شو قدامي طريفه هنايا في طنجه ياك غنهود من طنجه حتى نقى وغنشبر منشار في يدي واللي غنجبرو في الطحين غنطحن بابه بحال اللي قال الحسن الثاني الله يرحمه صافي لا ما كاين والو دابا شوف ما كاين والو دابا خوت المغاربه راه ما كاين والو دابا غير كيف دابا هو اقترح قسامه المغاربه واش كاين شي قسامه والله لا سمحت في حقي بربي سيدي يمشي من طنجه صاحبي اختنا الاخرى باغا تجي من نازرو لا ما كاين والو اخويا ما كاين والو والله لا الله لا سمحت في حقي والله تلبس لبسه جدي الله يرحمه ونهبط اللي بدا هو نكملو يانا تحياتي اللي بداو في حرب الرمال وباش قالوا لهم حقرونا نكملو يانا عاود الله يعني قسامه والو اوري اللي قسامه والو اوهو تحياتي كاين المانيطه صافي المانيطه تبارك الله على خير الدز الله يحفظك يا حبيبي ايه المغاربه الشو الشاخ خوتي في الجزائر مع من نتوما انا راه بغيت ندير معاكم زوين قلت زعما ما تعرف ولكن انا ما لقيت لكم جهد الغرب والله السلام عليكم السلام عليكم يا خويا تحياتي يا خو رضوان الله يحفظك اخويا مرحبا تحياتي هانيا الله يحفظك قاسم ولا قاسم لا دوكا ما كنعرفو لا قاسم لا والو كنعرفو نقسمو هنايا الارض ديالنا ما كتخادش وعلى سيدنا وعلى الصحراء المغربية قول ليهم احنا ناس دوكالا ما كنعرفو لا قاسم لا هادي كنعرفو غير القصيم اللي جا لارضنا غيتقسم قاسم 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 ما كنعرفوش قاسم اخويا رضوان كنعرفو القصيم اللي جا لارضنا غنقسموه وتحيا الصحراء المغربيه وتبارك الله لك اخويا رضوان الله يحفظك لينا تحياتي 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 يا الخوت والجزائر ما لقيت لكم جهد اخاوجي بغيت نذكركم بقاسم ولكن الغالب الله السلام عليكم سي جواد السلام عليكم سي رضوان احتراماتي تحياتي المغاربه اخويا راديكاليين انا شوف انا مع 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 قسامه والقسمه على العموم دي مستوره ما جابش حاجه جديده ما جابش حاجه جديده هادشي راه حنا كنا كنقولوا من زمان اخوتي المغاربه شوف انا مع القسمه الثلث في الخمس هادشي اللي جاهم في حقهم يديه كامل ولا يخليه كامل شبر مشبر الثلث في الخمس حاجه اخرى انا مستعد نعطي الصحراء كامله في حاله واحده الا جاب لينا داك اللي قال تقني الحمير والبغال قبيلة بصبع إلا جاب قبيلة بصبع نزيدوهم كازا وطنجة والرباط وتخيل دابا يجيب لك شي قبيلة سميتها بصبع فين غنوليو يجيبها من تيندوف لا وحنا غنمشيو القلب لا غنتأكد غنمشي نقلب على الفروع ديالها لأن قبيلة بصبع وتكون ديال الزرق المردوع يعني غنمشي نقلب على ديك الفروع والعروش ديالها مهم قسامة والو تولد في الخموس والشبر مشبر ديه الزو كامل احسن قسامة تحياتي خويا تحياتي السردوان تحياتي اخويا تحياتي وانت تعرف حق القسمة زوينة هادي ماشي مشكل دي مستورة قالك لتحت ديرو التولد وشي دي التولد في الخموس ولا التومون في العشور حنا مستعدين نديرو قسامة مع خوتنا ما كاينش المشكل تحياتي زغلول تحياتي زوينة هادي ديال التلوج في الخموس زيدوهم طريف شوية عطيهم التومون في العشور عطيهم قسامة
تحياتي الاخوان، شكرا الاخوان، شكرا بوشرة، شكرا الو سميت كيطلعوا بالزربة زغلول، شكرا بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا السلام عليكم. طابقينك الناس قاصه ما والو ما عارف والو يطلع شعلت دخلتيني كيفاش الله علم. هبط اخويا، هبط اخي، هبط رزقك هذا عيط لك، هبط اخويا، هبط تحياتي رزقك عيط لك. الخوت اللي طالب من قبيله يصبر علينا، كاين جوج قاصامات، قاصامه وكاين قاصامه وكاين قاصامات غامبيا. السلام عليكم. السلام عليكم الغرب الله وسويفان. السلام عليكم. السلام عليكم سي رضوان. تحياتي اختي. قلتي دي ميستورة وقسامة، خصك تفهم بالله دي ميستورة ما كيهضرش في الواقع. دي ميستورة عنده تخدم الخدمات البيرو بلاي ستيشن على حساب. بيتي تسمع الواقع شنو هو الواقع؟ انكم انتم المغاربة قباح، واش عباد الله مروكيه جاريه على جزائري من نص دارو في وسط الجزائر وباقي تتهضر معانا على قسامه؟ سمع السي رضوان، سمع سمع، خرجوني من البلاد يا خوتي الجزائريين، مراركا خرجوني من البلاد، مراركا خرجوني من البلاد، هاني في الحقره، ها الحقره، ها الحقره، ها الحقره، ها تسمعها. ويسي هاي لهنا يا هاي لجاية الويسي، جايين وجايبين ماتريال يدوني في سوالي وحلوا الباب، حلوا الباب، ها ما طاوني باكيزيسيون، ما طاوني اندار، قالوا لي مراكا خرجوني من البلاد يا خوتي الجزائريين، مراكا خرجوني من البلاد، مراكا خرجوني من البلاد، هاليك الحقرة، ها الحقرة، ها الحقرة، ها الحقرة. بلاتي نقول لك، وهادو اللي جراو على هاد خوك في وسط الجزائر ماشي مغاربه، مروكيه مراه. قالت لهم اخوتي المغاربه الله يستر عليكم يقعدوا، بلاتي تنحتاج لكم ونعيط لكم. هادي مراه، فاش يجي واحد قاعد في البيرو ديالو تيكتب واحد التقرير ويخرج علينا ويقول لنا نقتسموا ديك الهضره؟ لا ما قالش نقتسموا، قال هنا الدارجة ديالنا قاسمة. ايوا راه اخويا غنقسمو دارك قبل ما تهضر نتايا بهذا المصطلح هذا، حنا راه ما توصليش. المهم ما باقيش المغاربة، راكم قباح، راكم قباح، خلي هذاك مسكين راه هو داير خدمته شاد شوية الفلوس من دابا 6 شهور بيمشي بحالو، قال لك إلا ما تحت حركات شي حاجة وغادي يمشي. السلام عليكم، أمسية طيبة. أمسية طيبة، أوه المغاربة باسلي الغرب الله، تحياتي شكرا زغلول، شكرا هاد المغاربة. طلعتي للسطح، اجي راه عاد بغينا نديرو معاك قسامة بلاتي نخبطو هذا اللي في السطح، بلاتي راه عاد بغينا نديرو معاكم قسامة صاحبي. مشكلة هادي، لا 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 لا، بغينا نديرو معاكم قسامة ولكن الغرب الله. كما سال خوت المليون، يلا المليون اي سي با سا باس فيت لو طون باس فيت. يلا قسام الخوت، استغفر الله العظيم. شكرا شكرا على الدعم، تبارك الله عليكم. شكرا عيشه اختي، الله يحفظك. ربي يا ربي. السلام عليكم خويا رضوان. السلام اختي، ولينا نشدو الطابور حتى كيجينا الجوع، كنوضو نتعشاو اخويا. هذا الغرب الله، بعدا حاجه وحده علمتينا كيفاش نشدو الطابور، كيفاش نصبروا الجوع ونشدو الطابور. ثقافه ثقافه
ثقافة الطابور والجوع. قلت لك اخويا بغيت نقول لك غير ديبيشيفو ديبيشيفو راه ما بقى والو قاسم. ديبيشيفو.